بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. تواصل تساقط الأمطار بكميات متفاوتة يتسبب في تعطل حركة المرور في عدد من المناطق وبعض الخسائر المحدودة. في قفصة شركة صناعية جديدة تدخل حيز الاستغلال بالمنطقة الصناعية العقيلة وتدعم الاستثمار والتشغيل بالجهة. مهرجان سيد علي بن عون ينطلق في دورة جديدة تأخذ لأول مرة طابعاً دولياً بلوحات فنية تحاكي تاريخ وتراث الجهة. النشرة نستهلها بأحوال الطقس، وقد سجلت بعض المناطق بالجمهورية نزول كميات هامة تجاوزت في بعض المعتمديات الكميات السنوية. تتواصل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب مناطق البلاد منذ أيام، ويتواصل معها تهطل كميات مهمة من الأمطار في مختلف مناطق الجمهورية. ولا إن ساهم نزول الغيث النافع في إثراء المائدة المائية ودعمها، فإنه بالمقابل كشف ضعفا في البنية التحتية. وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة نابل صباح اليوم في فيضان بالطريق الحزامية نابل الحمامات انجر عنه تعطل حركة المرور بسبب تسرب المياه إلى الطريق، مما استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية لشفط المياه المتراكمة، وشملت التدخلات عددا من النزل والمنازل. وفي ولاية سوسة تسبب تهطل الأمطار في تدفق المياه إلى أحد المصانع بمنطقة القلعة الكبرى، كما غمرت المياه عددا من المنازل. ومع نزول كميات مهمة من الغيث النافع تجاوزت في بعض المعتمديات المعدلات السنوية، تم تسجيل فيضان العديد من الأودية، وعجزت الكثير من السدود عن استيعاب كميات مياه الأمطار لتتحول الطرق والأنهج القريبة منها إلى براكن تسببت في عزل بعض الأحياء السكنية بالكامل. وحسب توقعات الرصد الجوي، يشهد طقس اليوم ظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات، وتكون محليا غزيرة بالشمال والمناطق الساحلية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. إلى قفصة الآن، حيث تشهد المنطقة الصناعية بالعقيلة تطورا على مستوى الاستثمار الخاص، وقريبا ستتمركز بهذه الجهة شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات. وحدات صناعية جديدة دخلت حيز الإنتاج بالمنطقة الصناعية بالعقيلة، استثمارات خاصة محلية وأجنبية ساهمت في أحداث مواطن شغل وخلقت ديناميكية اقتصادية جهوية. الشركة متاعنا بدأنا الإنتاج مارس 2017، نخدم توسكي أرتيكل بريفابريكي أون بيتون لي دالو لي بيز وسي لي برودوي تروتوار، زاد لونيتي هذه نخدم فيها الفصناج داسي. قيمة المشروع تناهز 10 مليارات بطاقة تشغيلية تاع 80 بيرسون بين دي كادر ودي زوفري، زاد عندنا اكستنسيون جديدة، معمل جديد نخدموا فيه تسكي ميتال حديد بوبيني وسي لي تري سعودي. شركة الابتكارات الصناعات المدنية شركة تونسية مستثمر ليبي، يعني شركة تونسية ليبية. ما نحبوش نعملوا بناء معدني كلاسيك، يعني نشدوا في بناء معدني جامد، احنا نمشيوا لبناء معدني متحرك. مثال في البرنامج توا نصنعوا في دي كونفويور، يعني ناقلات بضاعة في السي بي جي في فوسفات قفصة موتوريزي، حاجة متحركة. تطور في مؤشرات الاستثمار الخاص بالمناطق الصناعية لشركة القطب التنموي التي توفر الدعم اللوجستي لتعزيز القدرات التنظيمية للشركات المنتصبة. تطور كبير، تطور ملموس على مستوى بعث الشركات. عندنا 6 شركات دخلوا الانتاج في بداية 2018، هذه حوايج تشجعنا. عندنا 17 شركة امبلونتي في قفصة فيل، عندنا 9 شركات وبينهم العرايس والرديف والمتلوي والمظيلة والسند، عندنا كلهم 89 شركات يخدموا توا دخلوا الانتاج ويخدموا عليهم حتى أكثر من عام. الاستثمار الخاص بالمنطقة الصناعية بالعقيلة سيتعزز قريبا بانتصاب شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات. نظم مركز أعمال إصفاق السند والسنوية للاستثمار وخلق المشاريع الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج في نسختها 13. هذه الندوة تقدم التسهيلات المتاحة أمام التونسيين لبعث مؤسسات اقتصادية داخل أرض الوطن. التونسيون المقيمون خارج حدود الوطن لهم أفكار ومشاريع ونية الاستثمار في تونس،
المجال هنا يسمح برصد بعض هذه الأفكار عبر تتبع كل من يسعى لخلق مؤسسات اقتصادية وإيجاد فرص عمل في تونس. بالنسبة للمجالات، المجالات الكل نجم نستثمر. المهم الفكرة الباهية هي أول نشاط هو الإعلامية والاتصالات، هذا هو سبيسياليتي متاعنا. ولكن إذا كان نلقاو فكرة باهية في حتى في الفلاحة وإلا في مواد غذائية عصرية، نجيبوا أفكار من ألمانيا، تكنولوجيا، وندخلوها لتونس، نكونوا معناها نوفروا بها مواطن شغل جديدة، وفي نفس الوقت نجيبوا تكنولوجيا جديدة. الندوة السنوية للاستثمار وبعث المشاريع الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج في نسختها 13 تقدم فرصا للاطلاع على إمكانية الاستثمار في تونس وتسهيلات بعث المشاريع. هناك الجديد بالنسبة لحرية الاستثمار وعديد عدد من القوانين والإجراءات الجديدة اللي موجودة واللي هي من شأنها أنها دعم التونسي بالخارج للاستثمار في أهل الوطن في أرض الوطن. الهيئة هذه جات باش تسهل لهم إنجاز مشاريعهم، باش تبسط الإجراءات، باش تدخل تحل المشاكل نتاعهم، باش تعطيهم الحوافز والامتيازات، ومعناها باش تسهل لهم مأموريتهم لإنجاز مشاريعهم في تونس. هذه الندوة السنوية للاستثمار وخلق المشاريع تطرح أيضا أفكارا شابة لمؤسسات حديثة العهد يبحث باعثوها عن فرص تعاون أو شراكة مع التونسيين المقيمين بالخارج. على الرغم من اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، لأن سوق الدواب بالقيروان تشهد نقصا في الإقبال على الأضاحي، سوق فاق فيها العرض الطلبة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى وسوق الدواب الأسبوعية في القيروان، وعلى غير العادة حضر الفلاح والبائع وغاب الحرفاء. شوي ما فماش سلعة، مش هو سوق مش متحرك. المواطن يشكي بالحق، الفلاح يشكي والمواطن يشكي. أنا سعر ما فوتوش بتاع الحاك اللي هو فوق الأربعين ب10,000 واللي تحت الأربعين ب11,000. الوكيل راودي ما يشكي، ثم من 200 حتى 700 تو هنا. الفلاح ومربو الماشية اشتكوا غياب الدعم وغلاء العلف، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار. مش غالي، باش ترى الحاج نقص اجري ب 400 ولا 350، معناتها صرف قريب ال 50 ونرجع فلوسي. زوالي وحتى الفلاح زوالي تعب أكثر من المواطن. باط القرط ب 15,000. شريته قداش؟ ب 550. قلت لك انا بالنسبه للسوق السنه بالنسبه للغلم هو الراعي يشتكي والذئب جاع. الشركه في جيل السوق يجي فارغ، يجي ب 300,000 ولا 400,000 ما يعملوا له حتى شيء. اما شكون ب 150 ياخذ؟ صدقني شكاره العلف نشروا فيها ب 39 دينار اللي هي اغلى من السميد. الفلاح كان ما يقفوش معاه راه مش ينقرض. كذا السوم مناسب ياخذ، كذا الغالي اللي ما عندوش ما يشريش. من فلاح لاخر يجوبون السوق بحثا عن خروف اقرن يسر النظر ويكون ثمنه رحيما بحافظه نقودهم. انا ثقته يقول لك 400-500,000 في 6 كيلو 210,000. ياسر العيد هاو مزيل، هاو العيد مزيل والسوم كيما هاك. مالكي وقت العيد قداش شي يولي العلوش؟ كل حد وظروفه، كل حد ومقدرته. سوق الدواب بالقيروان فاق العرض فيها الطلب، والمواطن في حيرة أمام التزامات أخرى وتتالي المناسبات. ثقافيا وإلى غاية 9 من شهر أوت الجاري تتواصل فعاليات مهرجان سيد علي بن عون في دورته 25، دورة تتميز ببرمجة متنوعة وبمشاركة أجنبية لكل من الجزائر وليبيا ومصر وروسيا. في نسخته 25 ودورته الدولية الأولى عاشت منطقة سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على وقع فعاليات مهرجانها السنوي، مهرجان استطاع أن يستقطب زوارا من مختلف جهات البلاد من أجل الاستمتاع بعروض الفروسية ولوحات فنية لفرق شعبية من داخل تونس وخارجها. تلمت الخلايق قداش وقام المهرجان يسير، وتخلطت من كل عراش العربان تحط دواوير، من بنزرة البول احناش لتحت الكاف البلاد الدير، من طبرقة حتى لدقاش الكل تلمت فرد غدير، تقول الغايب ما تبقاش جلبها ناس للشيخ كبير. هو مهرجان ثقافي، مهرجان تسوق، مهرجان الفرح. تعرفنا بتقاليد تنظيمه المحكم، تعرفنا باستعراضاته، تعرفنا بفروسيته. المهرجان تبارك الله الناس كلها حاضرة، جاءوا مصلي على النبي، وإن شاء الله ديما هكا من حسن إلى أحسن. أول عرض شفناه للأخوة الليبيين كان عرض معناها ممتاز جدا. جيت بالذمة من صفاقس باش جيت للمهرجان باش نتفرج على العروض الفروسية. هذه الصورة البهية
تساهموا في نقلها إلى الشعب التونسي، لأنه مظهر للسلم الحقيقي والاستقرار الحقيقي والتفاؤل اللي احنا في أشد الحاجة ليه. وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني ولدى إشرافها على افتتاح المهرجان أكدت أن الحضور المكثف للجمهور دليل على انتصار الأهالي لثقافة الحياة. جيت لنا وقت اللي خويا استشهد لهنا، لكن اليوم نفرح وقت اللي نشوف من مختلف الدول وأهالي سيدي بوزيد وأهالي سيدي علي بن عون هما اللي يقولوا رانا احنا نحبوا الحياة، وراو من سيدي علي بن عون باش نعطيو درس في الحق في الحياة. وإن سعى الأهالي هنا في سيدي علي بن عون لتطوير مهرجانه من حيث الشكل والمضمون، فإن الهدف الأساسي الذي يدافع عنه هو المحافظة على موروثهم الشعبي عبر هذا المهرجان، أحد أهم الروافد الثقافية للمكان منذ أكثر من 200 سنة. للتلفزة الوطنية التونسية، نوف الحرشاني، سيدي علي بن عون، سيدي بوزيد. نواصل مع الثقافة ومع الفنانة السورية لينا شماميان التي أمنت حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة 35 من مهرجان جابس الدولي، حفلا جمع الألوان الدمشقية الحلبية بنكهة فنية عصرية. قضى جمهور مهرجان جابس الدولي سهرة ممتعة مع الفنانة لينا شماميان. حاولنا جاهدا أن العروض الدولية على خلال العروض التونسية تكون متنوعة ومختلفة، وهذا يعرض طلبي من طراز عالي. للجولة كلها تحضرت مجموعة من الأغاني اللي هي خليط ما بين أغاني القديمة اللي هي اللون الدمشقي والحلبي مخلوط شوي مع الموسيقى المعاصرة والموسيقى الغربية. ده هو اختيار موفق باعتباره هو عرض دولي معناها يضاف للمهرجان. هذه الفنانة غنت لسوريا ولتونس وقدمت باقة متنوعة من الأغاني التي أطربت الجمهور الحاضر. في أغنية خصيصا يعني تم تأليفها لهي الجولة. جمهور لم يخفي إعجابه بهذا العرض واعتبره من العروض الفنية الناجحة. حسب رأيي أنه من أحسن الاختيارات اختارها مهرجان جبس الدولي في هذه الدورة. بداية موفقة ورائعة، صوت جميل جدا وكلمات أجمل ولحن أجمل وأجمل. نوعية معينة من الجمهور اللي تابعها لها. الدورة 35 لمهرجان جابس الدولي أكدت حسب المتابعين لها حاجة مدينة جابس لمسرح جديد يتسع للجمهور العريض لهذا المهرجان. هي دورة استثنائية بجميع المقاييس، حققت جميع الأرقام القياسية السابقة، حيث شهدت 10 عروض بشبابيك مغلقة، وهذا هدف من أهدافنا الاستراتيجية اللي حبينا نأكده أن هذه الولاية في حاجة ملحة لمسرح وطلق جديد. فما مساعي جدية لبناء مسرح جديد، ولكن فما حل حيني اللي نخموا فيه بصفة جدية وهو التنقل إلى الملعب المعشب. بعد سلسلة من العروض التونسية والدولية يسدل الستار على الدورة 35 لمهرجان جابس الدولي، دورة اعتبرها الجميع ناجحة بكل المقاييس. هكذا نصل إلى ختام النشرة، نذكركم بالعناوين. تواصل تساقط الأمطار بكميات متفاوتة يتسبب في تعطل حركة المرور في عدد من المناطق وبعض الخسائر المحدودة. في قفصة شركة صناعية جديدة تدخل حيز الاستغلال بالمنطقة الصناعية البعيلة وتدعم الاستثمار والتشغيل بالجهة. مهرجان سيدي علي بن عون ينطلق في دورة جديدة تأخذ لأول مرة طابعاً دولياً بلوحات فنية تحاكي تاريخ وتراث الجهة. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.